مشاهدينا الكرام، حياكم الله. نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت رأس اجتماع للجنة المناقصات. تدشين فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثاني بجامعة حضرموت. وكيل وزارة التربية يتفقد سير الدراسة بعدد من مجمعات ومدارس مديرية حجمة. من الإجازة للتفصيل، أهلا بكم. وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم باعتماد 4 مشاريع لتوفير مياه الشرب عبر الطاقة الشمسية لمديرية زمخ ومنواقة. ويتضمن المشروع اعتماد 4 مشاريع إضافية لتوفير مياه الشرب عبر الطاقة الشمسية بالمحافظة لآبار النفيس ويعوف والقط ويمنى بكلفة 164,000 دولار. جرى ذلك خلال لقاء المحافظ البحسني بمدير عام مديرية زمخ ومنوقة الشيخ محمد سالم الصيعري، الذي رفع للمحافظ شكر وعرفان أهالي المديرية للسيد المحافظ لدعمه للتجربة الأولى لمشروع توفير مياه الشرب عبر الطاقة الشمسية، والتي حققت نجاحا كبيرا ولاقت استحسان المواطنين، واعتماده 4 مشاريع إضافية لمياه الشرب عبر الطاقة الشمسية. رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اجتماع لجنة المناقصات بالمحافظة. وأقر الاجتماع مشروع إعادة تأهيل جسر شحير الأرضي من قبل مؤسسة باقديم، كما أقرت لجنة المناقصات التسريع في استكمال طريق المعدي الرابط بين الساحل والوادي، وكذا تزمين المشاريع التي تقرها لجنة المناقصات، وأن يعمل ملحق عقد بالأعمال المتبقية لاستكمال تنفيذها، ومنها مشروع العيون النقعة. التقى محافظ محافظة حضرموت بإدارة ولاعبي فريق نادي التضامن لكرة القدم بطل النسخة 6 لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم. وفي اللقاء الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي، استمع محافظ حضرموت إلى خطط النادي ونشاطاته في مختلف الألعاب، مشيدا بمستوى الفريق وإحرازه لكأس المحافظة في نسخته 6 وكأس الذكرى 4 للفقير الشيخ حسين بن كردوس. من جانبها، شكرت إدارة لاعبو نادي التضامن السيد المحافظ لدعمه للقطاع الشبابي والرياضي واهتمامه ببطولة كأس حضرموت ورعايته للمناشط الرياضية بالمحافظة. دشنت بالمنطقة العسكرية الثانية التدريبات العسكرية لعدد من الألوية المشاركة في العرض العسكري الذي سيقام احتفاء بالذكرى 3 لتحرير ساحل حضرموت بتوجيهات من محافظ حضرموت. وفي التدشين، قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية إلى منتسبي العرض: أنكم اليوم تمتجزون بقوائم الشرف بمشاركتكم في العرض العسكري الذي كان لمن سبقكم نيل الشرف العظيم لما يحمله هذا اليوم من انتصارات قوات النخبة الحضرمية على قوى الشر والإرهاب ودحرهم من مدينة المكلا ومدن الساحل، مشيدا بالجهد الكبير تبذله هذه القوات بتفان وإخلاص. واختتم رئيس عمليات المنطقة كلمته بالشكر والعرفان لقيادة المنطقة بمحافظة محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ولدول التحالف العربي لما يبذلونه من دعم سخي في سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بحضرموت. وخلال التدشين، قدمت القوة عرضا عسكريا نال استحسان وإشادة القيادة العسكرية الحاضرة. دشنت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت فعالية أسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت. وفي حفل الافتتاح، أوضح رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش أن فعالية أسبوع الطالب الجامعي تحولت إلى مهرجان طلابي شملت فعالياته المؤتمر العلمي 4 للطلاب ومسابقات جوائز الجامعة ومسابقات الرياضية، مشيرا إلى أن أسبوع الطالب الجامعي يهدف إلى إبراز مواهب وإبداعات طلاب الجامعة لتخريج كوادر فعالة وإظهار شخصية الطلاب للمجتمع، متمني التوفيق والنجاح لكافة الطلاب المشاركين بأسبوع الطالب. وعقب ذلك، تم افتتاح فعاليات المعرض العلمي لإبداعات طلاب الجامعة ضمن أسبوع الطالب الجامعي الثامن. وأطاف رئيس الجامعة ومرافقوه على أجنحة وأقسام المعرض تعرفوا خلالها على إبداعات ومواهب الطلاب والإنجازات التي حققها طلاب جامعة حضرموت، مشيدين بكل ما شاهدوه من إبداعات ومواهب للطلاب. ويضم المعرض أجنحة وأقسام كليات الجامعة بمختلف التخصصات الإنسانية والتطبيقية.
افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون المختبر العلمي بمدرسة الشهيد خالد بن هامل للتعليم الأساسي بالمكلا. وفي مراسم الافتتاح التي حضرها مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ عبود عوض بن عبود، حث الوكيل عبدون إدارة المدرسة على ضرورة الاستفادة القصوى من المختبر فيما تبقى من أيام دراسية للعام الجاري، مؤكدا أن هذه الإضافة العلمية الجديدة تأتي في سياق ما يقدمه محافظ حضرموت في دعم قطاع التربية للارتقاء بها وتطويرها في جميع مدارس مديريات المحافظة، موجها المختصين إلى إجراء التجارب العلمية وربط الجانب النظري في المقررات الدراسية بالتطبيق العملي بمشاركة فعالة من تلاميذ المدرسة. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة في عدد من المدارس بمديرية حجر، حيث استهدفت الزيارة مجمع بلال بن رباح بمنطقة جزول ومدرسة القادسية للتعليم الأساسي بمنطقة جول باقروان ومجمع 30 نوفمبر للبنات وروضة الأمل بمنطقة الجول. وخلال جولته التفقدية أكد الوكيل عبدون على أهمية الاستفادة من الإمكانيات التي قدمت للمديرية في المجال التربوي والتعليمي وما شهدته العملية التربوية والتعليمية بالمديرية من توسع في المجمعات التعليمية من قبل محافظ حضرموت لإتاحة الفرصة لاستمرار الفتاة في مراحل التعليم وافتتاح روضة جديدة لأول مرة في المديرية، مشددا على ضرورة أن تقوم المنطقة التوجيهية بدورها الفعال في متابعة الأداء الفني والتعليمي في جميع المجمعات والمدارس. وأكد الوكيل عبدون قد اطلع على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل مدرسة 30 نوفمبر. زار وفد أمني من الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت منزل أسرة الشهيد الشيخ علي سالم باوزير بمدينة غيل باوزير بتوجيهات المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة، وذلك لتقديم اعتذار رسمي بسبب الخطأ الأمني الغير مقصود والمتمثل في مداهمة منزل والد الشيخ الشهيد باوزير الأسبوع الماضي. وأعرب الوفد الأمني عن أسفه الشديد لأسرة الشهيد باوزير مثمنا جهوده وأسرته في نبذ الإرهاب والتطرف ومقارعته الأفكار المتشددة بالحجة والبرهان حتى دفع حياته ثمن لتلك المواقف الثابتة والنبيلة. ونقل الوفد الأمني تحيات المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير التميمي الذي يتواجد خارج المحافظة، وكان منتسبي الأمن من ضباط وصفو جنود لأسرة الشهيد علي باوزير وأقربائه وذويه وكافة آل باوزير الأوفياء. من جهته أعرب الأخ أحمد سالم باوزير نيابة عن أسرة الشيخ علي باوزير عن شكره لقيادة الأمن والشرطة وللوفد الأمني الزائر مثمنا مواقفهم النبيلة وأخلاقهم العالية في التواصل المستمر مع أسرة باوزير وتقديم الاعتذار كرد اعتبار عن الخطأ الأمني المتمثل في مداهمة منزل الشهيد علي باوزير. تمكن فريق من الدفاع المدني التابع لأمن وشرطة ساحل حضرموت من إخماد حريق شب في معرض مواد بناء في حي ابن سينا بمدينة المكلا فجر اليوم الأحد. وقال مدير الدفاع المدني بأمن وشرطة ساحل حضرموت العقيد سعيد حاج عبد الرحيم أن الدفاع المدني تلقى بلاغا من عمليات المحافظة في تمام الساعة 3 فجرا يفيد من اندلاع حريق في محلات العاقل بالبحيث الكائنة على الشارع العام بحي ابن سينا. وأكد العقيد سعيد حاج أن سبب الحريق كان التماس كهربائي أدى لاندلاع الحريق مما تسبب في إلحاق خسائر مادية فقط تم تقديرها بحوالي 20 مليون ريال يمني ولا يوجد أي خسائر بشرية. وتابع العقيد حاج أن 3 سيارات إطفاء و14 فردا من أفراد الدفاع المدني شاركوا في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليها بشكل كامل. أعلنت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت للمرة الثانية عن حاجتها في توريد 10,000 طن متري من مادة البترول و 15,000 طن متري من مادة الديزل، نظرا لعدم قبول لجنة المشتقات النفطية عروض الأسعار من المتقدمين لتوريد مادة البترول والديزل لمخالفتهم للإعلان السابق. وقالت الشركة في إعلانها على الراغبين في توريد الكميات تقديم عروضهم في 4 أبريل الجاري يوم الخميس القادم في تمام الساعة 11 ظهرا أمام لجنة المشتقات النفطية بمقر الشركة الواقع بجول مسحة، بحيث يلتزم المستورد بسعر الريال اليمني وتوريد كافة الكميات المذكورة وتحديد النسبة للشركة من الكمية أو الكمية كاملة للشركة وتحديد رسوم الخزن في حالة النسبة على أن تصل الباخرة خلال 10 أو 12 يوما من تقديم العرض.
نفذ الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت دراسة للمعادن الطينية والركام الويلياني بمنطقة دفيقة بمديرية الشحر، حيث تم دراسة انتشار المعادن الطينية والركام الويلياني وتواجده بمختلف أحجامه واحتساب الاحتياطي الجيولوجي للخامات المستهلثة بالمنطقة، بالإضافة إلى دراسة الخواص الفيزيائية وإسقاط المواقع على الخارطة الطبوغرافية والجيولوجية. وفي سياق آخر، نفذ فريق التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية دراسة صخور الحجر الجبسي الرملي بمنطقة نقار بمديرية غيل بوزير، حيث تم دراسة الصخر واحتساب الاحتياطي الجيولوجي ودراسة مقطع جيولوجي والخواص الفيزيائية وإسقاط موقع انتشار الخام على الخارطة الطبوغرافية والجيولوجية وأخذ عينات للتمثيل ولإجراء الاختبارات الكيميائية والفيزيوكيميائية. ترأس مدير عام مديرية دوعن الأستاذ سالم بانخر الاجتماع الأول للجنة تحسين وربط كهرباء دوعن من الكهرباء الغازية، وحث الاجتماع على أهمية الربط من الكهرباء الغازية وإنهاء المحور الرئيسي والأساسي والسعي في توفير الديزل بكميات كافية لتشغيل اليوم كامل كمطلب ثانوي من قبل الربط من الكهرباء الغازية. وخرج الاجتماع بتكليف متحدث رسمي للجنة وتنسيق لقاء بين أعضاء اللجنة والسلطة المحلية بالوادي لمناقشة مدى الجدية لربط مديرية دوعن بالكهرباء الغازية، وتكليف اللجنة بمتابعة المحافظ والجهات ذات العلاقة بالمحافظ للتعجيل بإصدار توجيهات صريحة وواضحة لربط مديرية دوعن بالكهرباء الغازية مع اعتماد مبلغ الربط وتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة للسفر إلى الخارج واللقاء برجال الخير والعطاء من أبناء المديرية. وقعت اتفاقية بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت لعمل منظمة الإغاثة الدولية حول تدخلها عبر برنامج معالجة الوقاية من سوء التغذية الحاد المتوسط للحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من سن 5 أعوام. واستهدف البرنامج 5 مديريات وهي عمد والعبر وحريضة وساه والسوم. وفي مراسيم التوقيع على الاتفاقية، عبر مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني خالد العمودي عن شكره لمنظمة الإغاثة الدولية على تدخلها في هذا الجانب الصحي واختيار المديريات النائية، مؤكدا استعداد مكتب وزارة الصحة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ البرنامج. وعلى الصعيد نفسه، عقد اليوم بمكتب وزارة الصحة بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا ضم مدراء المكاتب الصحية بالمديريات المستهدفة ببرنامج منظمة الإغاثة الدولية ومدير الرعاية الصحية الأولية ومشرفي البرامج ومنسقي التغذية بالمديريات لتوضيح آلية العمل للبرنامج التي ستنفذه منظمة الإغاثة الدولية. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظ حضرموت رأس اجتماع لجنة المناقصات. تدشين فعاليات أسبوع الطالب الجامعي الثامن بجامعة حضرموت. وكيل وزارة التربية تفقد سير الدراسة بعدد من مجمعات ومدارس مديرية حجر. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.